نروح لكابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم، كنا بنتكلم عن بقى النادي الاهلي ودخلنا بقى في المباريات. عندنا مباراه مهمه يوم الخميس ان شاء الله مع نادي الزمالك، ونادي كبير وعنده مجموعه من اللاعبين المميزين. فوزنا امبارح على طلائع الجيش، شايف مشوارنا مع النادي الاهلي ازاي؟ بص، بدايه طبعا انا كلام اسلام ده انا برضو يعني اتفاجئت بيه، بس انا حزين طبعا ان انا اسمع حاجه زي دي، لان اسلام قامه كبيره جدا في الهاندبول سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي. الموضوع اكيد مش سهل عليه ومش سهل علينا طبعا كمنتخب او كفرقه، بس انا اتمنى يعني ان شاء الله ان يكون هو وفق في الاختيار دوت ويقدر يكمل في بقيه حياته ان شاء الله. خلي بالك يعني حتى لو اسلام خد القرار ده فهو موجود معانا في النادي الاهلي واكيد. لا لا بالظبط، لا لا لا، دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه طبعا بالظبط. وان شاء الله يعني ربنا يكرمه في الفتره الجايه مع النادي ونقدر ان شاء الله نجيب بطولات ويتعوضوا على المنتخب يعني ان شاء الله.